لعب هنا انطلاقة أمامية وكريم بنزيما وإلى خارج أرضية الملعب. مرت كرة بنزيما إلى خارج أرضية الملعب. الجزاء والتقدم والبحث هنا عن التمريرة يلعبها تسديدة وإلى خارج أرضية الملعب. إلى خارج أرضية الملعب لا يرتضي بأقل مما حقق زيدان. لذلك هنا تكمن صح إسكو في ضغط متواصل وانطلاقة أمامية من جانب الريال، لكن تعود الكرة مباشرة تعود من حارس المرمى دافيد سواليز في الجانب الآخر. في عقليتها ارتقى بالفريق بثلاثية لابد أن يعيدها. هنا التسديدة وإلى جملها ومحاولة من جارث بيل بحث عن تمريرة لكن ليس كابريرا. تلعب كرة كابريرا مباشرة وأول بأول ملعوبة مباشرة إلى سيرجي ريجيلون. يحاول المرور أمامنا وإشارة إلى وجود خطر، إشارة إلى خطر. حتى الآن باحث عن هدفها الأول، كرة ملعوبة والعودة خطوط الدفاع حتى الآن في الدوري. ختافي هنا الكرة ملعوبة وأول بأول كرة داميان سواريز، كرة واحد اثنين والثالثة ماشي وين؟ الثالثة أرضية وكرة ملعوبة تلعب داخل منطقة الجزاء، أيضا تبعد مباشرة لكن لدينا خطأ وكرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء وإلى ركبير من زيزو. كرة ملعوبة بنزيما يحاول هنا أمامنا الكرة العرضية والإبعاد ملعوبة تلعب داخل منطقة الجزاء وأول بأول كارباخال في والكرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء. محاولة لكرة رأسية ما زالت قائمة. نقلة في الأمام السلام عن طريق إسكو، إسكو والكرة البينية وإلى ركلة مرمى وكأنه في الأمام ومحاولة يا سلام على المرور على التقدم والانطلاق ثابتة. هنا كرة ملعوبة وتسديدة لكن وين؟ على طريق بنزيما وتبعد مباشرة كرة بنزيما. كرة تصل إلى نافاس ريال فأحلامه لو حلم لن يأتي هذا الأمر. بنزيما وضاعت ضاعت منطقة الجزاء تبعد كرة كازينيرو وإشارة إلى خطأ على إسكو والبطاقة جاياك جاياك يا إسكو. بطاقة صفراء على إسكو. دياز محاولة المرور من دياز والعرضية ملعوبة وإلى أحضان حارس المرمى. ما أسرع الهجمة ما أسرع الهجمة للريال سهل التاريخ لكن المرجو كان أكبر. كرة ملعوبة بنزيما وإلى خارج أرضية الملعب. إلى خارج أرضية الملعب حاول كانت موجودة أمامنا يبحث عن درب المرمى مولينا حافظ لشباك ريال مدريد. وهنا التسديد الأمس هو نقد الأمس مع بنزيما. كرة مبعدة مباشرة كرة تلعب مباشرة باحثة عن تسديدة والإبعاد يأتي مباشرة الإبعاد يأتي مباشرة. السلام بصورة جميلة والكرة العرضية وين الرأسية ولكن وكرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء تبعد مباشرة الكرة. كازيميرو محاولة يا سلام جاريث بيل باحث عن المرور لكن 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 محاولة هنا للتقدم جاريث بيل جاريث بيل العرضية ضاعت ضاعت يا بنزيما. لعبة لياندرو كابريرا يلعب الكرة في الأمام لياندرو كابريرا وتمر الكرة إلى ركلة مرمى تمر إلى ركلة مرمى أمام لسيرجي ريجلون. أمامية ومحاولة للتقدم الكرة العرضية الركنية والكرة من جانب إسكو ملعوبة وخروج للجميل انطلاقة للأمام ومحاولة هنا للمرور كرة داخل منطقة الجزاء لكن يا سلام يلعبها لبنزيما. بنزيما التقدم والكرة هنا أمامنا لكن أول بأول الآخر لدينا ختافي هنا بمحاولة وبكرة عرضية ونكشو إلى خارج أرضية الملعب. كما ابتدأ الريال بهجمة في الشوط الأول الشوط الثاني ظل من الشوط الأول تبدأ بهجمة وبكرة ملعوبة هنا محاولة الاستوغو ماكسيموفيتش أرامباري ميرامونتس يا سلام يا جاريث بيل وعرضية ردا ردا على الهجمة والكرة إلى خارج أرضية الملعب. شوطي يبدأ بهجمات غونزاليس في مواجهة ناتشو العرضية ملعوبة والرأسية قلنا جماعة شوط ثاني نوى ياهو عن كرة عرضية استلام وكرة ما زالت يا السلام على المرور والتسديدة وإلى خارج أرضية الملعب تمر إلى خارج أرضية الملعب. قلنا كل يا زيدان يكتوي بالانتهاء إن الزمان بينفه لا بخيله. كرة ملعوبة إلى من جانب سيرجيو ريجلون يلعبها لجاريث بيل جاريث بيل 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 ولكن تمر محاولة للتقدم والتمريرة ملعوبة إلى حارس الكرة ملعوبة من إسكو يلعبها داخل منطقة الجزاء يلعبها إلى كازيميرو كازيميرو التسديدة
ومرت يا كازيميرو، مرت يا كازيميرو في المباراة. كرة ملعوبة تلعب مباشرة، محاولة لألب وليعاد يأتي مجددا وتصل إلى هنا، محاولة تسديد، الله على الكرة الماضية، داني كارفاخال سلام على الكرة الماضية في حظ ريال عبر التاريخ. كرة بينية والبحث عن كرة عرضية، ضاعت عليك يا إسكوب، حتى يا سلام على المرور، على التقدم، على التسديد، الله لصالح فريق ختافي. كرة داخل منطقة الجزاء والإبعاد مباشرة، كرة ملعوبة لإسكو، محاولة استخلاصها ما زالت إلى ناتشو يتقدم، والعرض لأصحاب الدار، هنا الاستلام والكرة العرضية، شوفونا لمسة الجمال الكروي، ركلة ركنية وكرة ملعوبة، هنا المحاولة ولكن تبعد، وليز تلعب كرة داميان سواريز للأمام لقامي ماتا إلى جارث بيل، يلعب الكرة في الأمام داخل منطقة الجزاء، وين الكرة ملعوبة من كارفاخال إلى إسكو، العرضية من إسكو، ومحاولة عن طريق بنزيما، وكرة ملعوبة تلعب مبعدة من جانب بنزيما، ما زالت قائم الكرة، خورخي مولينا يحاول المرور، خورخي مولينا وتبع جازف بكثير من الأسماء، الركلة الركنية والكرة تمر، مرور والتمريرة ملعوبة مباشرة، الكرة العرضية من لمسة مد الجزاء، هنا المرور والعرضية، يا ويا للإبداع يا نبس، عن هنا محاولة وللتقدم والانطلاقة والتسديدة وتمريرة وانطلاقة، والكرة داخل منطقة الجزاء، لكن للحظة كرام ملعوب الكرة داخل منطقة الجزاء، والرأسية وإلى خارج أرضية الملعب، تمر إلى خارج أرضية الملعب،